قيادة عمليات الحشد الشعبي وكثير من الشخصيات العسكرية، وذهبوا إلى منطقة ربيعة وكذلك إلى سنجار وأم جريس وصولا إلى منطقة طريفة مع الحدود، ورفدوا القوات الحدود بقوات إضافية إلى المنطقة. واليوم الحمد لله نقول لأهالي سنجار اطمئنوا، هناك في الحدود حقيقة صد كونكريتي مبنى القوات المسلحة من أبناء شرطة الحدود وكذلك الجيش العراقي والحشد الشعبي، وأنتم لا تعلمون أنه نعم سوية والحمد لله الأمن إن شاء الله مسؤولية الجميع، وإن شاء الله نطمئنكم أنه الأمن مستتب ولا يوجد شيء مقلق في المنطقة. أنا أطمئن أهالي سنجار وخصوصا مناطق الحدودية أنه هذه كلها دعايات، مهما أخرجوا من السجون مهما كانت داعش لا تقدر الآن تأخذ قرية أو منطقة صغيرة ولا تقدر تسوي أي شيء. حدودنا مؤمنة بالكامل وكذلك لدينا قوات احتياطية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، قوات كافية لمسك أكثر من هذا الموجود. واليوم الأمن أنا أطمئن أهالي محافظة نينوى وكذلك أبناء سنجار انه اطمئنوا، نتحمل مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام شعبنا، نقول ان الحدود مؤمنه 100% وسنجار مؤمنه 100%.